الآن نبدأ عملية تركيب المجاري حقة الأدرج اللي تمسك الأدرج وتخليها تتحرك للأمام والخلف. هنا في عدة نقاط لابد أننا ننتبه منها. أول شيء نرجع نقول أنه لابد أنك تشوف طريقة تركيب المجاري هذه حسب ما جت معاها. النقطة المهمة أنك ما تبدأ، يعني يفضل أنك ما تبدأ دائما تكون حاط المجرى الأول على القاعدة مباشرة، وعشان تعطي نفسك مرونة. فأفضل شيء أنك تحط مسافة ثابتة تستخدمها هنا والجهة هذه، يعني بعد ما تركب هذه بشكل هذه. الآن أنا ضمنت أني رفعت المجرى هذا بتقريبا 3 ملي، وبالتالي ما راح يكون عندي احتكاك لما أجي أركب الدرج. النقطة الثانية اللي هي عملية بعد المجرى من الحافة. الوضع الطبيعي لابد أكون عارف وش نوع الغطاء الدرج اللي بيكون راكب عندي. إذا كان غطاء الدرج بيكون خارجي، يعني بيكون فوق الحواف حقة الطاولة، لو قلنا مثلا بالشكل هذا، ففي هذه اللحظة بيكون عندي تركيب المجاري على حافة الدولاب عندي بالشكل هذا، لأنه بعدها بيركب الغطاء فوقها بالشكل هذا، بيكون المكان صحيح. لكن لو تذكرون احنا في البداية قلنا احنا الأدرج حقتنا بنخلي الغطاء حقها داخل في نفس محاذاة الحواف، لذلك أكون أنا جايب نفس المقاس عارفة وأدخل الأدرج بمسافة تسمح بالشكل هذا. يعني أنا عندي هذا الغطاء الدرج بيكون نص إنش، فبيكون عندي مسافة هذه نص إنش، ممكن هنا بالشكل هذا بس عشان هذه أصغر، هذه نفس الشيء نص إنش، أحطها بالشكل هذا بالمحاذاة وخلي هذه ملامسة لها وأثبت بالشكل هذا. كذا بأضمن أن يكون عندي مسافة تكفي غطاء الدرج يكون بمحاذاة الصندوق بعد ما يركب. هذا فيما يخص الدرج الأول. الأدرج اللي بعدها لابد أكون أنا حاسب المسافة بين كل مجرى ومجرى، يعني لا تنسى طالما أنا ركب، يعني المجرى هذا أنا أقدر أركبه بيكون في القاعدة زي قاعدة الدرج أو يكون في منتصف الدرج. أنا هنا اخترت أنه يكون في قاعدة الدرج، فلذلك أبد أحسب المسافة من قاعدة الدرج الأول إلى قاعدة الدرج الثاني. كم المسافة؟ خلنا نقول حسبتها، أروح أقص قطعة خشب بنفس المقاس هذا عشان أستخدمها كمسافة عند تركيب الدرج الثاني، بحيث أني أحط هذه هنا بعد ما أكون طبعاً ركبت المجرى الأول، وأحط هذه هنا بنفس المسافة اللي مفروض تكون بين الدرجين، وأركب المجرى الثاني للدرج الثاني بنفس الطريقة، وهكذا إلى بقية الأدرج. هذه طريقة سهلة وممكن تنفيذها. أيضاً ممكن أستخدم القطعة هذه، هذه قطعة تجارية تنباع يعني بالأسواق، تساعدك أنك تركب الأدرج بإتقان وبدون اهتزاز، خاصة لما يكون يعني عندك الدرج المجرى حقه طويل، فتكون عندك مشكلة ممكن يكون فيه انحراف للأعلى أو الأسفل. هذه بتضمن لك إياه أنه بيركب بالشكل هذا وأثبته، وبعدين هذه القطعة بتركب فوق بحيث أنها تثبت المقاس، بيشوفها إن شاء الله بنركبها بنستخدمها مع بعض. فهذه الطريقة. فإحنا بالنسبة لنا أول درج بالبداية بنركبه بالشكل العادي بواسطة القاعدتين هذه. كذا نلاحظ ان الدرج يتحرك بمرونة، وفي مسافة بسيطة 3 ملي من تحت تمنع احتكاك الدرج في القاعدة. الآن وضعت الدرج الثاني بعد ما تركت مسافة هنا أيضا 3 ملي بينه وبين الدرج السفلي. الآن بستخدم الأداة هذه
الأداة هذه المجرى يركب عليها هنا، تركت مسافة هنا، هذه المسافة تساوي غطى الصندوق اللي بيركب عشان المجرى يدخل داخل شوي بنفس المسافة. أيضا هذه القاعدة ثبتها بحيث أنها تكون على نفس المقاس، لما أحطها من هنا تكون هذا المرجع، السطح هذا من الأسفل هو المرجع، تلاحظون أنه تقريبا بنفس محاذاة المسافة وهو المكان اللي يبغى يركب فيه. الشكل هذا الآن. الآن انتهيت من تركيب الأدرج وتأكدت كلها أنها يعني وزنيتها صحيحة، جاء الوقت الآن لتركيب الكفر حق الأدرج. طبعا الأمر بسيط، كل اللي علي أني أخذ المسافة الكاملة هذه وأنقص منها ممكن 3 ملي بحيث أن يكون فراغ عندي 1.5 من الجوانب، وهذا اللي أنا سويته. وطبعا الارتفاع يكون على نفس محاذاة هذه لأنه الرف الثاني حيجي أو الغطاء الثاني حيركب فوقه. فتلاحظون الآن لازم طبعا هنا أنا بدون ما حطيت مسافة وطالع هنا فيه شوي زيادة، فلذلك لابد نستخدم القطع هذه عشان تعطيني المسافة المطلوبة. وأخلي المحاذاة على جهة واحدة، الآن الشكل هذا يعتبر مضبوط. خلاص الآن كل اللي علي أني أضرب المسامير من داخل 4، 2 هنا و2 هنا عشان أثبت الوجه. طبعا هذا أنا بعدين بفكه وأصبغه بلون، بس الآن بس نشوف عملية التركيب. الآن عشان تركيب المساكات اللي سويته أني حددت تقريبا المنتصف. عادة المساكات إما تركب في النص أو في الثلث الأول، تشوف وين الثلث الأول أو في النص، هذا اللي عادة يركبونها. فأنا حددت النص الآن بريشة صغيرة على قد المسمار حق المساكات، بفتح الفتحات هذه وبعدين من وراء بفتح فتحة أكبر عشان يدخل فيها المسمار ويطلع الحجم المناسب.